عودة إليكم مجددا مشاهدينا الكرام. ضيفي عبر الهاتف سيد محمد، لعلك استمعت إلى التقرير والحديث أيضا عن إطلاق هاشتاج في مواقع التواصل الاجتماعي يذكر بهذه الجريمة. هل تعتقد بأن الرأي العام قد ربما يحرك قضايا مثل هذه ويضع المجتمع الدولي أمام واجباته ومسؤولياته بضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين؟ لا، هي المسألة أن يعني تظل هذه الجريمة في الذاخرة ولا تنسى، وبالتالي يعني لا تبقى عليها الحلول السياسية يعني وتضيع هذه الأفعال الإجرامية في خضم المصالحات السياسية. فالتركيز عليها واهميتها بالاضافه الى توعيه الراي العام والتفكير بهذه الجرائم والضغط وتوصيل رساله للمجتمع المحلي والدولي هي عمليه ممتازه جدا ومطلوبه، ويجب الا يخفت الصوت يعني عن اذان العالم بهذه الجرائم. نعم، في المقابل سيد محمد، يعني يبدو أن العفو الدولية طبعا أصدرت بيانا وقالت بأن الحوثيين يقومون بعمليات وحشية وعمليات إخفاء قسري وتعذيب، ولعل ما تعرض له الصحفي صلاح القاعدي في سجون الحوثيين من عملية تعذيب تظهر مدى التعذيب الذي يتعرض له المختطفين لدى سجون الحوثيين. هنا المطلوب، يعني هل هذه التقارير ربما تشكل أهمية لإجبار الحوثيين على إيقاف مثل هذه الانتهاكات؟ لا شك أنها تؤثر عليهم وتلفت انتباههم ويعملون حساب ذلك فيخففون من الغلو بالتعذيب وفي الإخفاء القسري ويسعون إلى التبرير وإلى بعض المعالجات، لكن الأهمية أن هذه توثق وتظل في الذاكرة ولا يعني ينساها المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، وترسخ لبناء منظومة حقوق وحريات يحترمها الناس وتحترم في المستقبل إن شاء الله. نعم، إذا دكتور عادل، يعني وضع هؤلاء الصحفيين وأيضا سيد أمين رجوي رحمة الله عليه هدفا للعمليات أو كهدف عسكري لطيران التحالف، هل تعتقد أيضا أن هذه الجرائم ما زالت مستمرة حتى الآن؟ هناك بعض المختطفين موضوعين أو يتم وضعهم في هذه الأهداف العسكرية؟ حقا لا توجد شفافية في اليمن، خاصة في ظل الانقلاب الآن والذي يطبق تماما على كل مؤسسات الدولة، وأعتقد أن هناك أيضا ندرة في وجود المنظمات الدولية الموجودة في اليمن ومتابعة ما يجري، خاصة وأنت تتكلم عن رقم مرعب يتجاوز 7000. بلا شك أن هناك انتهاكات عظيمة وخروقات كبيرة يقتضي أيضا وجود لمنظمات أيضا تراقب هذا العدد الكم الضخم الموجود في السجون. الانقلاب هذا رقم مرعب، جيش بكامله الآن في السجون، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك عمل حقوقي كبير يتوازى مع هذا الحجم الكبير ومع هذه أيضا ومع حجم الضحايا الكبير في السجون. وبالتالي أعتقد أن ندرة المنظمات الدولية والمحلية في متابعة هذه الخروقات أعتقد أنه سيكشف عن جرائم كبيرة جدا يتعرض لها القابعين في السجون، وبالتالي ينبغي على المنظمات المعنية في متابعة سواء المحلية أو الدولية في متابعة ملف المعتقلين، خاصة وأن نحن نتكلم عن رقم كبير يتجاوز 7000. بلا شك أن لابد من تفعيل هذا الملف، بلا شك أن هناك خروقات كبيرة جدا خاصة في ظل ميليشيات وعصابات لا تعترف تماما بالحقوق ولا بالمرجعيات وتمارس هذا التوغل في التوحش، وهذه الجرائم التي ظهرت على السطح تكشف تماما عن وجه الانقلاب القبيح وما خفي كان أعظم. وبالتالي هنا تأتي المسؤولية على هذه المنظمات وعلى الصحفيين وعلى النقابات في متابعة هذا الملف الخطير والذي يقبع أيضا في السجون. إذا كنا نرى ممارسات هذا الانقلاب في الظاهر في المدن في الجبهات كيف يمارسون كيف يتوحشون في قصف المدن وحصارها، وبالتالي لا يراعون إلة ولا ضمير في المدنيين، فكيف بهم وهم يتعاملون مع السجون المخفية؟ وبالتالي ينبغي قلنا على هذه المنظمات أن تكثف عملها وأن تصل إلى هذه السجون وبالتالي تراقب
تماما وتكشف ما يحصل هناك وما يجري في أزقة السجون. لكن ملف خطير وضاغط ينبغي أن تفعل الجهود في هذا الإطار. لكن دكتور عادل الآن يعني المواطنين بشكل عام من مختلف فئاتهم حين يشاهدون جماعة الحوثيين تضع أطفال يعني عوائلهم في مثل هذه يعني السجون وهذه الأماكن المخفية، كيف تكون ردة فعلهم مقابل هذه الجماعة التي قد ربما تكون مستقبلا هي شريكة في السلطة وشريكة في العمل السياسي؟ أعتقد أنه مسألة الشراكة وما يروج له الآن في مفاوضات الكويت والتسريبات والسيناريوهات التي تطرح مسألة خطيرة جدا وتستهجن فعلا الشعب اليمني وتستفز الشعب اليمني وهو يرى هذه الممارسات ابتداء من سقوط صنعاء إلى الآن، وهي ممارسات قلنا متوحشة تماما ضد المجتمع اليمني برمته سواء المدنيين أو العسكريين أو حتى حصارها للمدن أو القتل خارج القانون. بالتالي نحن نتكلم عن جماعة شرع للقتل والإرهاب بشكل واقعي على مستوى واسع جدا وتستهدف كل القطاعات، وبالتالي الشعب اليمني حينما يسمع هكذا شعارات الشراكة وغير ذلك مع هؤلاء فعلا يستهجن، يشعر بأن يعني بخطورة كبيرة تهدد ليس واقعه ولكن تصادر خير المستقبل. ولا يمكن التعامل مع هذه العصابات ولا يمكن الشراكة مع هؤلاء العصابات لأنهم لا يؤمنوا بمبدأ الشراكة، همشوا الجميع وأقصوا الجميع وبالتالي أطبقوا على اليمن بهذا الاحتراب الكبير. هم لا يؤمنون إلا بأجندة القوة، وبالتالي مبدأ الشراكة كان منذ أن وقعوا السلم والشراكة إلى الآن نتج عنه كوارث كبيرة جدا أطبقت باليمن بهذا الاحتراب الكبير وهذا العوز والفقر وهذه المآسي التي تتناثر كل يوم. وبالتالي الشراكة مع هؤلاء أمر فعلا يعني يستهجن الشعب اليمني ويستفز جموع الشعب اليمني الذي يريد الآن ويطالب ويصطف وقدم تضحيات كثيرة جدا في سبيل إخراج اليمن من هذه الأزمة التي أوقع بها الانقلاب، وبالتالي يراهن أيضا على إخراج الانقلاب ويتطلع لدولة مدنية. فإذا به الآن يسمع بمسألة الشراكة، الشراكة لا يمكن القبول بها على الإطلاق مع هؤلاء. يجب أن يقدموا إلى محاكم، يجب أن يحاسبوا على جرامهم، يجب أن تشكل الآن رأي ضاغط خاصة وأن هناك مفاوضات في الكويت، ينبغي أن تفعل هذه الجرائم، أن تكشف هذه الجرائم لتكون عنصر ضاغط أيضا على المفاوضين هناك في الكويت. نعم، إذن دعني أنتقل مباشرة إلى ضيفي عبر الهاتف. سيد محمد، كنت قد ذكرت قبل قليل بأن هذه من إحدى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، أنتم في المنظمات حاليا هل تعكفون على رصد مثل هذه الجرائم وتوثيقها إلى حين وجود الفرصة المناسبة لاستدعاء مثل هذه الجماعات أو القيادات التي تشرف عليها إلى المحاكم؟ هناك لجنة وطنية شكلتها الحكومة اليمنية وصدر بها قرار أيضا من مجلس حقوق الإنسان تحقق في هذه الجرائم، ولذلك حقيقة يجب أن أدعو كل الناشطين والمنظمات والضحايا أن يقدموا شكاوى إلى هذه اللجنة التي مقرها عدن والتي شرعت في التحقيق في كل هذه الجرائم وتثبيتها، وبالتالي العمل على إحالة الفاعلين إلى الأجهزة القضائية حتى وإن تأخر الوقت. فلدينا فرصة من الآن وليس فقط بما بعد. أما مسألة التوثيق فلا شك أن هذه الجرائم كلها موثقة وشخوصها ما زالوا معتقلين وفي غياهم السجون أو مخفيين كثيريا، فهي جرائم شاهدة على نفسها. لكن هناك آلية وطنية مقرة دوليا هي اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الأحداث، وبالتالي يفترض أن تقدم الشكاوى إليها مباشرة أو عبر منظمات المجتمع المدني حول كل هذه القضايا ويتم تحقيقها كما قلنا، ويعني من ثم إحالة الفاعلين وملفات التحقيق للقضاء وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورات النقابة المخصصة بهذا الشأن، ويكون هناك توثيق محليا ودوليا ويمكن ملاحقة الفاعلين سواء الآن أو بعد ذلك. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للحقوق والحريات. إذن مشاهدينا الكرام، كان قد تحدث حول لجنة التحقيق في جرائم الحوثيين التي كان أعلن عنها سابقا
من قبل رئاسة الجمهورية. إذن من لديه أي شكوى أو ربما تم تعرض للانتهاك من قبل الحوثيين التوجه إلى هذه اللجنة وتقديم ما الذي جرى له لتقوم هذه اللجنة بعملها، وهي بالتأكيد مقرها في عدن. دكتور عادل، الحديث حول مثل هذه اللجان، هل فعلا تستطيع أن تحقق فارقا في إيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها؟ بلا شك سيدي، لا ينبغي أن يترك الانقلاب يمارس على هواه ما يريد، وبالتالي حينما يشعر أن هناك من يترصد ومن يوثق هذه الجرائم، وبالتالي إذا حينما يشعر أيضا أن هناك تحرك مجتمعي منظمات ترقب تماما كل جرائمه وترصدها وأيضا تسلمها لمنظمات معنية، يشعر تماما بأنه سيراقب وسيحاكم وسيعاقب ذات يوم، وبالتالي هذه المنظمات وهذا الرصد والتوثيق مهم للغاية، وبالتالي هو يسعى أيضا من أجل أيضا محاصرة عن طريق أيضا الإلقاء الزج بالصحفيين والحقوقيين والناشطين في السجون، ونحن نتكلم عن رقم كما ذكرت رقم مرعب من بين هؤلاء الذين يحاولون أيضا رصد هذه الجرائم والتصدي أيضا لأعمال الحوثي الإجرامية في كل، أعتقد أنهم يتعرضون لانتهاكات وتعرضون لخطابات، وبالتالي هو يحاول يضغط أيضا على تغييب هذه العوامل التي أيضا تحاصره في الميدان. أعتقد أنها مهمة على اعتبار أن هناك أيضا من كثير من الجرائم في العالم مارسوا ما هو أفظع من الحوثي، لكنهم الآن يتعرضون لمحاكمات. أعتقد أن هذه الجرائم لا تموت، ينبغي أن توثق وينبغي أن أيضا أن توصل للجهات، هناك محاكم وهناك قواعد وقوانين أيضا تحكم العالم، العالم ليس غابة، هناك أيضا إذا فعلت هذه الحق لا يموت. أعتقد أن هذه المنظمات منوط بها أيضا مراقبة هذا العمل وأيضا توثيقه وأيضا متابعته، وأعتقد أن الحوثي ذات يوم سيحاكم، وهؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم سيتعرضون أيضا لمحاكمة خاصة، وإذا وثقت هذه الجرائم وأيضا تم متابعتها وملاحقتها في المحاكم الدولية والمحافل المعنية بهذا الخصوص، ومن هنا تأتي الخطورة، من هنا يشعر الحوثي والإنقلابيين فعلا بأنهم سيتعرضون ذات يوم. وما يحصل الآن في الكويت هو تبييض ومحاولة أيضا تصفير لهذه الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وبحق الحقوقيين والناشطين. أعتقد لا يمكن أن تمر هذه العصابة والميليشيا على الإطلاق ما دام هناك منظمات تراقب وما دام هناك حقوقيين وناشطين تماما يوثقوا ويتابعوا هذه الجرائم. دكتور عادل، لعل يعني الصحفي والزميل عبد الله قابل كان من بين الصحفيين القلائل في محافظة دمار، وجميعنا يعرف هذه المحافظة التي أغلقت عليها السلالة الحوثية في دمار ومنعت عنها الصحفيين، ولا أحد يعرف فعلا ما الذي يجري في هذه المحافظة. عبد الله قابل، يوسف العيزري وعدد من الصحفيين القلائل في هذه المحافظة حاولوا نقل ما يجري في محافظة دمار، كيف تنظر لهذه الخسارة التي خسرها الصحفيون بشكل عام وخسرها الوطن بشكل كامل؟ يعني بلا شك سيدي، هي ضربة موقعة في، وأيضا اليمن قلنا تتعرض لخسائر مروعة منذ مجيء الانقلاب. أعتقد أنه الانقلاب بحد ذاته كان فاجعة كبيرة في حق اليمنيين وفي حق اليمن وفي حق أجيالنا وبحق أيضا المستقبل وليس فقط الحاضر. أعتقد أنه الانقلاب الآن وصل اليمن إلى حافة، إلى شفاء جرف انهار. أعتقد أنه الأزمة الاقتصادية الآن مروعة تضاف إلى هذه الكوارث في الاغتيالات ذات العيار الثقيل التي تستهدف قلنا الصفوة والنخبة من الصحفيين والناشطين تماما، وهو قلنا صفوة المجتمع اليمني، وبالتالي العصابات والميليشيات أعادت اليمن إلى عصور غابرة باغتيال هذه القمم وهذه النخب التي كان يعول عليها الشعب اليمني كأيضا معاول في طريق أيضا البناء وهو يتطلع لدولة مدنية. أعتقد أن الحوثي غيب تماما مشروع الدولة المدنية باستهداف هذه القمم وهذه النخب وهذه الصفوة الموجودة سواء على الإطار الحزبي أو الصحفي أو الحقوقي أو الناشطين، وبالتالي هو الآن يوسع أيضا من مستوى الاغتيالات ويصعد أيضا في هذا الإطار، وبالتالي ينبغي أيضا قلنا أن تثار هذه القضايا، ينبغي أن ترصد أن توثق، ينبغي أيضا أن تثار في هذا الوقت الذي أيضا تسير في المفاوضات في الكويت حتى تكون أيضا عنصر ضاغط أيضا في كشف مآسي وجراح اليمنيين التي ليس لها حد، خاصة وهي أيضا وهم الآن يسيرون أيضا في مفاوضات. وأعتقد أنه المجتمع الدولي يجب أن يعي تماما حجم معاناة الشعب اليمني من جراء هؤلاء الإنقلابيين التي يحاول البعض تبييض وجه الإنقلاب ومحاولة شرعنته والتعاطي معه على أساس أنه عامل إيجابي يمكن أن يعول عليه في مستقبل اليمن.
إذا دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، لعلي ما زلت أتذكر الزميل عبد الله قابل وهو يأتي إلى مكتب القناة عندما كان يأتي من دمار، وهو ينقل لنا فعلا أخبار هذه القناة، أخبار هذه المحافظة. لا زلت أتذكر حضوره بيننا كزملاء وموظفين داخل قناة يمن شباب، كان قد فرح إبان عرسي في ذلك اليوم، لا زلت أتذكر ذلك اليوم، وهو الآن يملك طفلة لكن للأسف أصبحت يتيمة بعد أن اغتال الحوثيون والدها بعد أن صارت بلا أب. إذن مشاهدين الكرام، هذا الصحفي عبد الله قابل وأيضا يوسف العزري كانوا ينقلون الحقيقة من محافظة الدمار، هذه المحافظة المغلقة في وجوه الصحفيين الذي لا يعرف أحد فعلا ما الذي يجري في هذه المحافظة. جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم الحوثيين بقتل الزملاء الصحفيين وإخفائهم وتعريضهم للتعذيب، وهنا كثير من الصحفيين الزملاء لا نعرف مصيرهم حتى الآن. هذا بالإضافة أيضا إلى كل المختطفين في سجون الحوثيين من كل الفئات المجتمعية والمهنية التي لا نعرف عن مصيرهم شيئا، وإن كانوا فعلا أحياء أو أموات. في الأخير مشاهدينا الكرام، نترحم على روح الزميل عبد الله قابل وأيضا يوسف العيزري وأيضا أمين الرجوي رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح. نهاية هذه الحلقة من حديث المساء، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.